تتخيلوا شو اكتشفت؟ ابو فوطه طلع عنده اخ مجنون ومسكون زيه، والمطلوب مني اليوم اعتني بجعفوره زي ما كنت اعتني بابو صلعه من قبل. وانتو جايز عارفين قدرات الاموميه، فيش داعي احكي عنها ولا انتو في داعي تحكوا عنها كمان. بس خلونا نشوف هل قدراتي التربويه للاطفال المسكونين تغيرت ولا بعدها فاشله زي ما هي. احضر هذا الفيديو للاخر عشان تعرف الاجابه وتشوف ماما دودو شو صار فيها. بس بالاول بدنا نوصل هذا الفيديو ل 10,000 لايك، لايك بالزر اللايك بسرعه، واللي بعده ما اشترك بالقناه يضغط زر الاشتراك. وهيا بنا الى جعفوره المسكون. الله يستر. تعالوا جايز جاهزين اعرفكم على جعفوره اخوه لابو فوطه. جايز ابو فوطه طلع عنده اخ، بس الله العليم رح يكون ترارلي زي ابو فوطه ولا لا ما بعرف. هذا الاشي رح اكتشفه هلا انا وياكم جوا هذا البيت. يلا كلكم بالكومنتات هلا هاشتاج جعفوره على جعفوره. جعفوره هيو جعفوره. هاي جعفوره. شو هاد؟ ليش هيك بتطلع علي؟ طلعوا كيف شكله لجعفوره. في طفل شعر راسه برتقالي، حواجبه برتقالي، انفه احمر. جعفوره انا اسف بس بحب احكي لك انه انت شكلك زي المهرجين. انت مهرج جعفوره. والله لا يفتح راسي جعفوره هلا. استنوا شوي، كانه في تليفون بيرن قاعد صح؟ بس حبيبي في تليفون بيرن. هذا التليفون وين؟ بدي ارد عليه. احكي لي بس انت وينه؟ وين التليفون؟ وين التليفون؟ هيني راجعت لك. استنى شوي استنى شوي. هذا التليفون. هذا التليفون مين هذا؟ استنى استنى. ايش كانه هي امه عم تحكي لي انا بدي ارجع على البيت بس انهي شغلي. لو سمحتي ديري بالك على ابني. نعم انا ادير بالي على ابنك. ليه؟ لا وبدها ترجع الساعه 8 بالليل كمان. نيالي والله انا بدي اعتني فيك. بس بتصدق انت احلى من ابو صلعه. تطلعي شيك والله صلوعي مش كثير حلو، انت احلى منه. شو بدهم؟ استنوا عم بيعطوني مهمات، او هاي امه عم تعطيني مهمات كانها عم تحكي لي روحي جيبي الحليب من الثلاجه شربي لنا جعفوره. اوكي هذا المطبخ. اوه ماي جاد ما احلى المطبخ. طلعوا ما اكبره، في اكل فخم كمان على الطاوله. سو نايس شكلها معها فلوس امه. قد ايه الساعه هلا؟ الساعه هلا 12 الا ثلث، وانا بدي استنى امه لتروح لبكره الصبح الساعه 8. حلو احنا من خاف؟ احنا ما بنخاف، وانا قويه. اكيد الحليب جوا الثلاجه، افتح لي الثلاجه. هات الحليب، اعطيني الحليب. جعفوره حبيبي تعال 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 تعال، خد 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 خد. سوف سبت لك سوفي حلوبه، خد اشرب اشرب. صحتين جعفوره. ايش؟ خديه هلا غيري له. تعال نغير لك، تعال انكب انكب هون. لا 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 لا, لا هيك على الارض. خلص خلص خلص. تمدون هالوسط احنا مش عارفين نتعامل معك. ايوه اقعد هيك مؤدب. شو هلا بدنا نعمل؟ اروح اجيب له بامبرز جديده كانه. وين البامبرز؟ هاي؟ اوكي ناخذ البامبرز هاي. جعفيرو جعفور فاين ذا بيبي. ولا ولا جايز هيك من اولها من اولها من اولها بنحب نلعب. احنا بنحب نلعب. مالكم مالكم ايش في؟ جعفر فوق 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 فوق. اوه ماي جاد عندهم كمان طابق ثاني فاجأني فيه. بس ندور على جعفورة. طلعوا عنده كمبيوتر احلى من كمبيوتري. جايز وين راح؟ يا زفت الطين. في حد بقعد على السقف؟ جايز انتوا شفتوه لما طلعنا من هون؟ ما كان قاعد على السقف. اللي شاف يحط لي بالكومنتات. خرب بيتك زي القرود. تعال هون تعال هون تعال هون يا حيوان تعال هون. شو مطلعك على السقف؟ في حد بيطلع هيك على السقف؟ في استنى شو خليني ادعس عليه. نزلته هيك شوي. ايوه ايوه كمان دعسه. نربيك لانه شكلها امك ما عرفت تربيك، تستاهل. طلع بيعمل لي هاي بايديه. هاي الهاي سوف تذهب بنا الى الجحيم هلا. استنوا شوي وين غرفته؟ هاي غرفته؟ لا ما اتوقع فيش تخت هون. استنوا 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 اي ثينك انه هذا التخت تبع الاولاد الصغار له اكيد. نحطه هون. وذا بيبي حطينا البيبي. هاد مش بيبي هاد مهرج. بعدين استنى شوي تعال تعال تعال. في ولد بحط ميك اب، في ولد بحط ميك اب. انا هلا انتبهت حاطط روج حاطط بلشر حاطط مسكارا وحاطط ايلاينر. جايز هذا بنت ولا ولد؟ مش عارف صراحه. انا فكرته ولد سميته جعفوره. لقد اتينا بالعيد. جايز انا في حيره من امري، هذا بنت ولا ولد؟ اسمعوا بما انه احنا مشينا معاه على اساس انه جعفوره نكمل معاه انه جعفوره. اذا بنوته بعرف ساعتها منكم من الكومنتات. خلص انا ولا كاني عرفت انه بنوته. لا تعالوا تعالوا اطلعي وسكري الباب وراكي. سكرت الباب. عم تحكي لي روحي العبي على الكمبيوتر. انا العب على الكمبيوتر؟ مين هاي؟ هي اخته؟ معناته هو ولد. صح فكرت صح. انا عم بلعب مع اخته كانه او عامل اخته لعبه بلعب فيها على الكمبيوتر. حيوان حيوان. شو هاي؟ شو البيت الغرائب والعجائب هذا؟ هيو صحي هيو صحي. جيت جيت جيت. بت
هير باك تو بيد. استنوا هير يعني بنت. خلص جايز خلص خلص عادي عادي عادي. معناته بدنا نغير الاسم، بدنا نغير الاسم جايز، بدنا نغير الاسم من بطل نادي جعفورة، بدنا نناديها سارة. سارة الصرصارة وينها؟ وينها زفتة الطين؟ وهيها طلعوا عادي عم بتفرج على اختها كأنها حيوانة. في حد بيعمل باخته هيك؟ يا زفتة الطين انتي؟ تعالي يا زفتة الطين، طلعتي بنت مش ولد. رجعها على التخت، حطها هون يلا. اوعك تعمل لها اشي، اوعها حيوان. نرجع نلعب، ليش ما نرجع نلعب؟ انا اللي بلعب، انا اللي بلعب، انا اللي بلعب. مين هاي؟ مين هاي؟ ايش فيك؟ عايز اللي فاهمي فاهمني بليز. اه خلصنا اول ليله، رايحين على الليله الثانيه. شو هي شكلها مش راجعه؟ امه تحولت جايز. شو هي تحولت؟ صارت اللعبه تعيتها؟ ايش هاد؟ ايش في؟ لا 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 لا، عم بيصير اشي غلط، عم بيصير اشي مش صح. الشباب اللي فاهم بليز بليز يفهمني شو هاد. طالبه مني اروح اجيب الحليب، لمين اطعميه؟ اطعميه للاسد اللعبه؟ حنموت حنموت. تعالوا جايز تعالوا جايز، نروح نجيب حليب. خلص خلص، هم أدرى أدرى بحالهم، أدرى بحياتهم، أدرى مين يطعموا مين يشربوا، ما دخلنا إحنا، بس علينا ننفذ الأوامر. شو بدك؟ جاي أطعميك، جاي أطعميك، ما بدك أطعميك، خد خد جايز. ما عم بيشرب، إيش أعمل؟ آه بدي أضوي ضو 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 ضو. بس استنوا، طلعوا عيونه بطلوا حمر. انا مش فاهم وين البيبي. هاي البيبي، هاي صرصارة. تعالي ولي تعالي ولي، خدي خدي صوتك ما بدي اسمعه. تعالوا ناخذها نتغير، ناخذها نتغير على الحمام على الحمام على الحمام. خدعتينا خدعه، خدعتينا خدعه، غير شكل. حطها هون، ايوه. نروح نجيب لها بامبرز. وين البامبرز؟ البامبرز تبع هاي الفوطه. فين الفوط؟ تعال تعال، هات الفوطه، هات الفوطه، تعال هون. ولا ولا هذا شكله رح يغلبنا. اوكي تعال هون، هات الفوطه يا زفت الطير. وين راح؟ ولك ايها الاسد المشؤوم، هات الفوطه. شو هاد؟ كانه سرق الفوطه. واخيرا لقيت الحفوضه، واخيرا. تفضلي انس الصرصارة، غيري غيري، تعالي تعالي ندفسي، روحي نامي. صبتي سكتي قلبية. أنا ما دخلنيش ما دخلنيش ما دخلنيش، هذا اللعبة اللي بتلعبي فيها هي 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 اللي بتعمل فيي وفيك هذا الكلام. تعالوا تعالوا نحط على التخت بسرعة. وين تخته؟ وين تخته؟ هون ولا هون كان؟ أي 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 أيوة، نتفضوا نتفضوا نتفضوا، نطلع بسرعة 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 بسرعة. سكر الباب، أروح أحضر تلفزيون على الصوفة. بس مضطرين ننزل، مضطرين مضطرين، بما إنه أنا بشتغل خدامي بهذا البيت، زفت عليهم. هون يس، عم بحضر اختها وهي عم تلعب فيها جيم. يا لي متعتي يا لي متعتي، رحنا على نايت الثري. شكلها امهم مش ناوي تروح. صرصورة ولا جعفورة؟ والله ما انا عارف مين انتي ولا مين انت. انا لحد هلا مش مقتنعة انك بنت، بس اوكي. وينها عم بتعيط؟ وينها؟ تعالي تعالي، اخر مرة تركناها هون كانت نايمة. وينها؟ تعالي تعالي. يي جبتي لي لعبة جديدة، جبتي لي شيء جديد تلعبي فيه. حلو، شايفين هذا الاشي الجديد اللي جابته؟ هلا شو راح يعمل فيه؟ فينا رح يقضي علينا. سكر لي الباب عليهم هدول التنين. لا استنوا شوي، طالبة مني احط الدبدوب الجديد حد البيبي. ليه 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 هاي الطلبات ما لها اي داعي؟ اخرسي 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 اخرسي. هذا هذا البير ولا هذا البير؟ لا هذا البير. خدي 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 انخرسي، خلص صوتك ما بدي اسمعه. لا بس شوفوا هذا شكله كيوت، مش زي هذا الشرير. لا تعالوا نروح نرجع نحضر التلفزيون على الصوفة. تعالوا يا رب امهم تروح، يا رب تروح. حطي لي اختك، يلا حطي لي اختك، خليني اشوف انت عم تلعبي باختك جيم. جميل جميل. ردت صحيات؟ هاي بدها تضل تصحى. اندفسي اندفسي، نامي نلعي. بدها الدبدوب تبعها الاصفر اللي كان هون، وين راح الدبدوب؟ وين؟ تعال ولا تعال ولا، انت المسؤول انت المسؤول. وين راح الدبدوب؟ احكي لي، اكلته؟ بعته؟ خطفته؟ موت الدبدوب جايز. استنوا استنوا استنوا، رن 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 التليفون، رن التليفون. شو تحكي لي؟ بتحكي لي ان شاء الله عم تقضي وقت لطيف مع ابنائي، انا بدي اروح على المطعم اعتني بابنائي بالبيت كويس. بس عم تحكي لي كانه في حريق بالبيت عم بيصير. لا 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 لا، ما في حريق ما. يي 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 جايز 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 جايز، حرق البيت حرق البيت حرق. اوه ماي جاد، الدبدوب الاصفر حرق البيت. بس هي كيف عرفت؟ شو بدي اطفي النار، بدي اطفي النار جايز جايز، بدي اطفي النار. شو عمل شو عمل شو عمل؟ حكولي شو عمل. استنوا 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 استنوا، انا شفت هون كانه اشي بيطفى بيطفى النار فيها. يا 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 يا، هات نرش نرش على النار، نرش نرش على النار. هذا الحيوان سبب كل هذا البلاء مش قليل، بس منيح انه كان يشوي حاله كويس. تعالوا ناخذ اغبى دبدوب في الكوكب. طلع طلعوا طلعوا طلعوا، كيف شكله؟ طلعوا شعوط حاله شعوطه. في حد بيسلو حاله هيك؟ في حد بيشعوط حاله هيك؟ غبي انت. هاد زفت الطين ليش بضل يطلع بوجهي هيك؟ ومكتر حاله كمان، متكاثر. ايش مكتوب؟ وي جوت يور بيبي.
وين راح البيبي؟ ايش عم بيحكولي احصر على السلاح؟ بدي اروح اجيب سلاح اطخ كل هدول؟ بدي اموتهم؟ اوكي وعد وعد. لا اخليهم يترحموا عليهم. هذا سلاح؟ هذا؟ يس يس يس. تعالوا تعالوا نقتلهم جميعا جميعا، سوف تموتون الان. موت وانت موت ولا وانت موت. تعال لهون تعال لهون، موت لهاد. موتهم كلهم، طلعوه. اصبحت الغرفة خالية من الاشرار. لا ضل اربعة. او ماي جاد نمور حبيبي. تعال تعال بدي اشوفك. بس في واحد هون كان صح. هيوم هيوم انت الله يرحمك. انت موت. اسمع اسمع تعال تعال تعال، بدي اياك بموضوع مهم. بدي اطعميك هذا الاشي اللي وراك. موتهم كلهم. بحبش العتمة بحبش العتمة. ايش هاد ايش 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 تعمل؟ صرصرة. مالك مالك والله انتي سباتي. ابو صلعة ابو صلعة ما عمل زيك. كأنها عم بتحضر سحر على الطاولة. صرصرة صرصرة هذا الاشي مش منيح مش منيح. انزلي ولا انزلي انزلي انزلي. زفت عليكي زفت عليكي. لو جابت فار امك ولا جابتك. طب شو اعمل شو اعمل اذا موتناهم شو بصير؟ موت لي هاد كمان. ايوه موت لي هاد كمان. ننهي الطقس الشيطاني اللي عم تعمله كلبي هاي. موت لي هاد موت لي هاد. زفت عليك يا حيواني. تعي لهون. بدنا ناخذها نلعبها بالكمبيوتر، معناها ما بتستاهل. بتستاهليش تلعبي بالكمبيوتر بس اوكي. تعالي نكبي هون بهذا الكمبيوتر. جايز شو صار شو صار؟ فتنا على اليوم الرابع. تعالوا شو بدنا نسوي هلا؟ نروح نجيب لها حليب للخانم. تعالوا. اوه مين هاي؟ كانه هاي اللي هون. جايز شوفي شو عم بيصير مش فاهم. استنوا شوي، يعني هاي اخت هاد، يعني هاد طلع ولد. هذا المهم. يعني انا اول اشي حللت صح انه هاد جعفوره. انا اسفه فكرتك بنت بس لانك حاط ميك اب. ما في ولد بحط ميك اب يا معفن يا زفت الطين. اذا هذا جعفوره وهاي صرصاره. ساره استنوا شو المطلوب. او ماي جاد بدهم اياني حاليا اعتني بالبنت والولد مع بعض. انا بواحد مسكون مجنون مهبول مش عارف اعتني. لا اعتني باثنين ترررلي. بتخيل انه هذا الاشي بدو رايكم. فعشان هيك اذا بدكم ايانا نلعب هاي اللعبة كمان مرة ونعتني باثنين مجانين مش واحد مجنون، اطولي تحت بالكومنتات. وما تنسوا تكبسوا زر اللايك، بدنا نحاول نوصل هذا الفيديو لعشر تلاف لايك تقديرا لجهودي اللي انا عملتها بالفيديو. نكبس اللايك، واللي بعده ما اشترك بالقناة ينزل يشترك بالقناة. قربنا نوصل لل 250 الف مشترك. وانا برجع بشوفكم. شو هاد ليش هيك نزلت؟ خلص اوكي ما علينا. بفيديو جديد بس هلا رح يطلع فيديو هون لإلي. روحوا احضروه واعملوا عليه لايك اذا كنتوا بعدكم مش عاملين عليه لايك. باي.